أهلا بكم. ترأس سيادة المطران موسى الحاج النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة القداس الإلهي بعيد مارمارون أبي الكنيسة المارونية بحضور شخصيات رسمية ودينية. التفاصيل في التقرير التالي. احتفل أبناء كنيسة مار شربل للموارنة بعيد أبي كنيستهم ومؤسسها القديس مارمارون، وذلك بقداس إلهي ترأسه النائب البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج، بمعاونة كاهن الرعية المنسنيور غازي خوري والكاهن المساعد سامر زكنون، وبمشاركة من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية وحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة ووزيرة السياحة والأثار لينا عناب والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المنسنيور ماورو لالي والسفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون وأعضاء السفارة وممثلي سفارات دول شقيقة وشخصيات رسمية ودينية مسيحية وإسلامية وجمع من الراهبات من المؤسسات الرهبانية وأخويتي وجوقتي وأبناء الرعية. يا أبتي نجني من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى المطران الحاج عظته التي جاء فيها: نحتفل اليوم بهذا العيد هنا في الأردن وفي لبنان وبلاد الانتشار بعيد أبينا وشفيع كنيستنا القديس مارون الناسك، طالبين منه أن يحفظ ويرسخ في نفوسنا إيماننا المسيحي وعقيدتنا الكاثوليكية، وأن يبقى الأردن ولبنان وهذا الشرق وطن حرية وسلام وعيش واحد بين جميع أبنائه. إن لنا من القديس مارون ما ينفح فينا روح التجرد والصلاح في خدمة شعوبنا وأوطاننا وجماعاتنا وفي قيادتها إلى شاطئ السلم والأمان. ولن يكون كثيراً علينا نحن أهل الشرق ووارثي أوائله العلاة أن نستلهم قديسينا وأصفياءنا فنحذو حذوهم في المسلك الحسن وفي الخدمة الصادقة بعضنا لبعض، فنثبت وتثبت كنائسنا وجماعاتنا على الحب والتقوى الصادقة. وخلال القداس أقيم زياح لأيقونة مارمارون ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب عن نية الكنيسة وأبنائها والسلام في الأردن ولبنان والعالم أجمع، طالبين شفاعة الناسك والزاهد مارمارون. في عيد أبينا مارون اجمع يا رب قطيعك الصغير قلبا واحدا، جئناك اليوم بطلب ملح، طهر قلب شعبك من روح الكبرياء والمحاسد، واذكر من يعددون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومارمارون ومار شربل والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. وفي ختام القداس الذي شاركت فيه مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة لتقديم التهاني بهذه المناسبة المباركة للمطران الحاج وللآباء الكهنة وأبناء الرعية المارونية.